ارحب بالكابتن اسامه اخويا طبعا وصديقي وصديق ملاعب وده بيتي، وكنت اتمنى ان يعني ان انا ما اتعصبش في بيتي، وكنت اتمنى ان انا ما بحبش اكون في الكيان بتاعنا. انا متربي في النادي الاهلي وكل اصحابي في النادي الاهلي وعشت كلها في النادي الاهلي، وكابتن اسامه طبعا هو ادرى واحد بالموضوع ده. انا مبسوط جدا النهارده اللي احنا عملنا تجربه زي دي. الولاد تعبوا وبذلوا مجهود كبير، فرقه الاهلي فرقه محترمه جدا، احنا متعودين على كده من الاهلي، وفرقه الجونه فرقه محترمه، ما حالفنا الحظ ما حالفناش طبعا. و اديك شفت الماتش وصوتي رايح، مش قادر اتكلم خالص طبعا. وانا برحب كابتن اسامه حسني جدا وبالضيوف، وطبعا لو معاه ضيوف برحب كابتن اسامه حسني اخويا طبعا وصاحبي وحبيبي واخويا الكبير طبعا اسامه. وانا متربي في النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي وعارف اللي بيخش جوه في الاوضه في النادي الاهلي بيقول ايه، وعارف المدير الفني في الاوضه بيقول ايه، وعارف الدوافع الجانبيه والشخصيه للعيبه، مدير القطاع بيبقى عامل ازاي، الحافز اللي عند اللعيبه. اللعيبه عندهم دافع من ماتش المقاولين. الماتش المقاولين احنا جه فينا جون في الدقيقه 89 وفي الدقيقه 94، كنا عاملين جيم على المقاولين، مصر كلها اتكلمت عن الجيم ده. احنا الحظ مش ماشي معانا اليوم، مش هنقول حظ طبعا، مش هنقول مش موفقين. الماتشات اللي فاتت المقاولين اتغلبنا، الانتاج الحربي في اخر برضه في دقايق كده اتغلبنا فيها في دقايق الاخيره. بس اديك شفت الولاد اما بيأدوا على ملعب كويس وبيأدوا على اداء كويس في وسط الجمهور كويس، والناس محترمين قاعدين طبعا. النادي الاهلي كله كابتن ياسر ريان وكابتن فتحي مبروك مدير القطاع، وانا استعدنا استعداد زي اي ماتش. بس طبعا النادي الاهلي بقى مختلف، النادي الاهلي طبعا بنستعد له استعداد طبعا قبلها، اللعيبه بتركز في الماتش، بيقعدوا قبلها بيومين مثلا طبعا اكل معين، نوم معين، منهم بدري بتابعهم في الواتساب، عاملين جروب على الواتساب طبعا، هم كل النوادي في مصر الناشئين عاملين جروبات على الواتساب، متابعهم بتصل بيهم يوميا، مع لعيبه مغتربه بتصل بيهم يوميا اطمن عليها في الشقق بتاعتهم، اكلتوا ايه، نمتوا الساعه كام. ماتش الاهلي كان مختلف شويه، استعدنا استعداد مختلف شويه في ماتش الاهلي. انا زعلان جدا، بدر ده انا اللي جايبه النادي، وكان في ضغوطات ان هو ما يجيش اصلا، ده ابني وانا بحبه جدا ومن اهم العناصر عندي في الفرقه، والنهارده كان موفق جدا. انا زعلان جدا من اللي ضيعه، انا زعلان ان هو ما طلعش بثلاثه واربعه، مع احترامي طبعا الكبير للنادي الاهلي طبعا والكيان، زعلت ان بدر ما قدرش يسجل ثلاث اهداف، ده كله زعلني. ممكن يكون هو في وجود كابتن اسلام، ممكن يكون هو عايز يعمل شغل نفسه معين، بس هو دي النصيب وده القدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا زعلان، احنا كنا جايين طبعا مش ده هدفنا خالص التعادل، احنا الحمد لله يعني جات لنا فرص كتير بس ما عرفناش استغلها، بالذات انا جات لي كذا فرصه بس ما عرفتش استغلها. يعني برضو الحمد لله يعني، بس زي ما قلت مش ده اللي احنا كنا عايزينه خالص، احنا كنا جايين وطمعين في الثلاثه بونت بتوع الماتش. طبعا الاهلي ده فوق راسي طبعا، ده الاهلي ده نادي كبير طبعا، الناس كلها نفسها تلعب في الاهلي، بس ان انت بتلعب في فرقه انتمائك لنادي الجونه يعني الحمد لله. طبعا بابا دايما بيشجعني انا ان انا لو اهلي زمالك ما اي فرقه طبعا بيشجعني ان انا اجيب، وطبعا هيبقى زعلان مني ان انا ما جيتش الاول والثاني والثالث زي ما شفت. احنا من بعد الماتش بتاع الماتش اللي فات المقاولين كنا حصل لنا كذا حاجه كده، كنا طبعا احنا هنلعب الاهلي ومش عارف ايه، بس احنا في الاخر اكتشفنا ان هو الاهلي طبعا فرقه عالميه حلم اي حد انه يلعب فيها طبعا زي ما قلت، بس طبعا يعني تعبنا والحمد لله ربنا كافئنا، بس زي ما قلت لك ده مش اللي احنا كنا عايزينه، بس الحمد لله والله الحمد لله. احنا كنا جايين ومتوقعين اصلا ان احنا ما نعملش النتيجه دي، فرقه النادي الاهلي فرقه كبيره ولها كل الاحترام، بس الحمد لله جون خطا بنقع فيه كل مره، بس الحمد لله على النتيجه وعلى الاداء الحمد لله. وقالينا ان النادي الاهلي فرقه كبيره، قالينا ان احنا ننزل نمتع نفسنا، والنتيجه مكتوبه عند ربنا الحمد لله. قالينا اهم حاجه حتى لو خسرت او كسبت المهم الاداء، الحمد لله. وانا وكريم اسامه الحمد لله انا على طول بنتكلم مع بعض، احنا كنا نازلين الماتش متكلمين مع بعض لما يخش فينا جوان، بس الحمد لله احنا على طول في التمرين بنشجع نفسنا قبل الماتش، بس الحمد لله ده الكوره بقى.